لبست وجه خالتي الغريبة. يربط الرجل الخمسيني على كتف سائق باص النقل الداخلي بود مستكين، يطلب منه التوقف في موقف دائرة الامتحانات ومناداته للمغادرة لأنه غريب عن المدينة. يهز السائق رأسه موافقا ويعيد للرجل 50 ليرة وبطاقة للركوب. يبتعد الرجل نحو مقعد في وسط الحافلة، شابة في 20 وسيدة في 70 ورجل في 30 وطفل في 10. يطلبون من السائق وبرجاء حار ومعلن التوقف أيضا في مواقف مختلفة على مسار الخط الطويل، والسائق يعاود هز رأسه بالموافقة فينسحبون نحو منتصف الحافلة وعيونهم موجهة على السائق فقط ومفاصلهم رهن إشارته، وهم منفصلون عن محيطهم وعن بقية الركاب بمشاعر مترقبة وبشعور غامر بالغربة. سيدة بملامح تائهة وعمر غير محدد تمنح السائق ورقة صغيرة مطوية تتضمن عنوان وجهتها، يقرأها ويقول لها تكرمي، لكنها لا تبدي أي رد فعل. بقيت في مكانها ملاصقة لمقعد السائق، وكلما طلب منها الابتعاد إفساحا بالمكان للصاعدين الجدد تنكمش على نفسها أكثر وتصبح كأنها غير مرئية أو بلا وجود مادي يشغل مكانا يعيق حركة الركاب الجدد. بدت هلعة من الضياع وبدا الباص مثقلا برائحة الغربة. غادرت الحافلة في وسط المدينة التجاري على أحد الأرصفة كانت امرأة بزي غريب عن المدينة وكأنها تتشاجر مع شاب تركها فجأة ومشى. أشارت لي بيدها المدقوقة بوشم كحلي داكن، ظننتها تستنجد بي جراء وعكة صحية قد ألمت بها أو أن الشاب قد سرق منها شيئا. ألقيت التحية ولم تجب. بادرتني قائلة حرق قلبي ذاك الشاب، رافقني بعد أن تهت عن محل استلام الحوالات وانتظرني حتى قبضت المبلغ الذي يحوله لي ابني شهريا، وقام بعد النقود والتأكد من صحة عددها ورفض أن يأخذ حلوانه. ضحكت، حلوان ماذا يا خالة؟ هي مساعدة لوجه الله وأنت تحتاجينها وهو أهل لها. لكنها أصرت على عتبها عليه متعللة بأنها أضاعت وقته وجهده دون ما تقدير، وأكثر ما أوجعها احتمال ظنه بأنها فقيرة أو أنها لا تعرف الواجب ولا الكرم وحسن التصرف وتقدير الآخرين. دست في يدي ورقة صغيرة مطوية كتلك الورقة التي دستها في يد سائق الباص وقالت لي بلهجة آمرة أوقفي لي تاكسي. ترددت بتنفيذ أمرها وقلت لها اهدئي قليلا يا أمي، وصرخت بي لا تنادي لأي امرأة بأمي، هذا النداء للأمهات الحقيقيات فقط.